توافق ما بيننا وما بين معالي وزير التربية والتعليم ومعالي وزير التعليم العالي. في الحقيقة احنا كجهة فنية فكرنا شوية يعني ايه طبقا للظروف الحالية، قلنا طيب ايه اللي يمنع ان احنا نعملها سنتين، يعني العام السابق وهذا العام، فدي او ده بيدي مجال اكتر للابطال، لان البطل ممكن هو في سنه تانية جاب بطوله وسنه ثالثه جاب بطوله تاني، يعني ندي فرصه اكبر. ليه بطوله واحده؟ هو بطوله على المستوى المحلي اللاعب بيشارك فيها، بس الوزاره بتضع شروط الاشتراك انه لازم يكون شارك سنتين عشان جديه الاشتراك، ويكون حقق المركز في البطوله اللي حققها في السنه الاخيره يكون في الثانويه العامه. ده تاكيد على مشاركه اللاعب وعلى اهميه المشاركه للاعبين، مش مجرد انه بيشارك ويمشي، لا، انه بيشارك سنتين على الاقل وكون حقق بطولة في هاتين السنتين. مش أي حاجة مفتوحة، هي سن معين بتاع الثانوية العامة، بطولات الجمهورية، في كل لعبة المسابقات اللي ليها بطولات عالم فقط هي المحتسبة، فبالتالي في بعض الحاجات خلصت وبعض الحاجات لسه ما خلصتش. وكمان طلبنا من معالي وزير التعليم العالي أنا ومعالي وزير التربية والتعليم نفتح القبول لغاية شهر 9 عشان ندي فترة، عشان كده فتح النشاط ده مهم جدا، فأصبح في الفرصتين لكل طالب للحافز الرياضي، ما بقاش فرصة واحدة. حضرتك احنا الخطوة الأولى احنا بنعملها إن احنا بنبعت الأسماء على من لجنة مشكلة من الاتحاد مع لجنة مشكلة من وزارة الشباب والرياضة، وبعدين وزارة الشباب والرياضة بتاخد هذه الأسماء وبتتأكد من هذه الأسماء والبطولات اللي عاملها اللي اشتركوا فيها للشباب، وبعدين بيبعتوه إلى مكتب التنسيق الكليات الجامعية. الحافز الرياضي ده طبعا بيتاخد من الوزارة الحقيقة، والوزارة مع الاتحادات ومع اللجنة الجامعية حتى بروتوكول واضح بإيه هي البطولات اللي عليها حافز رياضي. مفيش قوانين جامدة، احنا طالما عندنا قدرة على التفكير نقدر نحل الأزمة، وده كان مقترح في الحقيقة، يعني أنا على المستوى الشخصي فكرت فيه مع اللجنة الموجودة عشان ندي براح أكتر، و مع فتح النشاط والتنسيق في شهر 9 هيدي فرصة لي يعني ان يكون في بطولة ويكون في تنافس ويطلع ابطال. يعني مش بتختلف من الاتحاد الاخر، هي بتختلف من مراكز اللاعبين، اعتقد المركز الاول غير الثاني غير المركز الثالث، دي اللائحة عندهم هناك في الوزارة، احنا ما عندناش الارتر ان احنا بنعمل اللاعب اللي اشترك معنا بنكتب اسمه وبنرسل صورة من السكور شيت اللي تلعب فيه والمركز اللي هو حققه في هذه البطولة، اما الدرجات والمستويات بتاعتها فالوزارة اللي بتعملها مع وزارة التربية والتعليم، انما هو بيختلف طبعا المركز الاول عن الثاني عن الثالث.